أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم نعم أستطيع. نعم أستطيع لازم تكون إجابتك وإجابتك في كل لحظة خوف ويأس وضعف أو تردد أو لحظة شك في قدراتكم أو حتى في نفسكم، زي ما كانت هي الإجابة لكل الشخصيات الناجحة اللي احنا استضفناها معانا، اللي هنتكلم معاها أو هنتكلم عنها في كل حلقة من حلقات برنامجنا نعم أستطيع. حبيت أبدأ حلقتي معاكم النهاردة بفقرة بسيطة عن أهم الأحداث والأخبار الأكثر تداولا على مدار الأسبوع اللي فات. أول خبر معانا هو إن وزارة الصحة أصدرت تقرير بيقول فيه عن المحافظات الأكثر تضررا أو الأكثر إصابة بفيروس كورونا. المحافظات دي على الترتيب التالي، للأسف طبعا على رأسهم كانت محافظة القاهرة بواقع إصابات حوالي 7111 إصابة، يليها محافظة الجيزة، محافظة القليوبية والمنوفية والفيوم، ومحافظة الأسكندرية، وأخيرا محافظة البحيرة بواقع إصابات 988 إصابة. على الجانب الثاني او على صعيد اخر، بنظره ايجابيه شويه او تفاؤليه شويه، بنشيد بالمجهودات اللي بتتم في محافظه دمياط، لان هي من المحافظات اللي في الاونه الاخيره وعلى مدار الايام الاخيره بتسجل زيرو اصابات لفيروس كورونا. طبعا ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات المحافظه وعلى راسها السيده الدكتوره منال عوض. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن محافظ الغربية دكتور طارق رحمي، واشدنا بمجهوداته جدا جدا جدا، وطبعا ده حاجة مشهود له بيها من كل ابناء المحافظة، واتكلمنا عن دوره، وحتى كمان عرضنا له فيديو عن اعماله في المحافظة واشرافه على تنفيذ الحظر بنفسه. لكن بعديها جات لي بشكل شخصي شكاوى من عدة مواطنين بمناسبة القرار اللي الدكتور طارق أصدره بإيقاف أعمال البناء، إيقاف أعمال البناء في المحافظة لمدة 6 شهور، ومع ذلك استكمالها بالنسبة للمشروعات التنموية أو المشروعات الحكومية. بصراحة الموضوع ده أثار حفيظة ناس كتير، ومن أهمهم الناس اللي هم العمالة الغير منتظمة، اللي هم أصلا كانوا الفئة الأكثر تضررا من إجراءات الحظر منذ بدء أزمة فيروس كورونا. فإحنا بصراحة مش عارفين تداعيات القرار ده إيه، أو إيه الطرق اللي ممكن نخفف بيها وطأة القرار ده عن عمال البناء والعمالة الغير منتظمة. أخيرا كل العالم بيشاهد دلوقتي مظاهرات أمريكا. أعزائي المشاهدين، باختصار القصة كلها بدأت بحادثة لاعتقال أحد المواطنين ذو البشرة السمراء أو البشرة الداكنة، وكان الاعتقال فيه بعض العنف الغير مبرر نظرا لأن المواطن جورج فلويد عفوا نظرا لأن المواطن جورج فلويد ما أبداش أي اعتراض على اعتقاله، أو ما كانش فيه أي عنف علشان الشرطي يقوم باعتقاله بهذه الطريقة أو بهذا الشكل العنيف، مما أدى إلى وفاته. الأمر اللي أثار حفيظة كل المواطنين ذو البشرة الداكنة وغيرهم من المقاومين لفكرة العنصرية، اندلعت المظاهرات، وبعدها بدأت المظاهرات بفكرة العنصرية والوقوف ضدها، لكن بعد كده الموضوع كبر لأنه بقى اعتراض على سياسات أمريكا نفسها عموما، واعتراض على سياسات الرئيس ترامب خاصة. طبعا اللي بيشاهد الموضوع ده كله وبيحاول ان هو يقارن بين الوضع، يعني مش هيكون له اي تعليق غير ما اشبه اليوم بالبارحة، ويبدو على اننا على اعتاب ربيع امريكي يشبه تماما الربيع العربي. انتقالا من حرية الكلمة ومن حرية التعبير للقدرة على التعبير، الكلمة بالنسبة للانسان مش مجرد طريق علشان يقول بيه او ان هو يعبر بيه عن احتياجاته او يتواصل بيه مع اللي حواليه. الكلمة بالنسبة للانسان طريقة يعبر بيها عن وجوده، واي خلل في قدرته على الكلام بيعتبر بالنسبة له خلل في الوجود نفسه. عشان كده قررنا ان احنا النهاردة نستضيف دكتور مازن. دكتور مازن حشمت، اهلا بحضرتك. حضرتك نورتنا. اهلا بحضرتك.
حابين نتكلم مع حضرتك النهاردة عن مشاكل التخاطب، وطبعا دي بقت في الآونة الأخيرة بتقابل ناس كتير جدا نظرا لتطور التكنولوجيا واستخدام أدوات التكنولوجية اللي بيأثر على القدرات التخاطبية للأطفال. أولا كده قبل أي حاجة، قبل ما نتكلم عن أي حاجة، إيه خليني أقول إن لأ ثواني في جرس إنذار، أنا ممكن يكون ابني محتاج جلسات تخاطب؟ اول حاجه خالص المفروض ان احنا نعرف اساسا يعني او نشخص الطفل دوت من قبل الوالدين، ان هم يقيموهم بطريقه مثلا زي مثلا يعني حاجه بسيطه جدا، زي انا بحب اقولها ان احنا بنحب مثلا لو الطفل مثلا كمل سنه المفروض ان هو بيقول كلمه واحده، في مثلا ان هو تمام، كمل يعني سنتين. الطفل مع سنه يكون نطق كلمه. تمام. سن سنتين ده بينطق جملة من كلمتين، سن 3 سنين ده بينطق جملة من 3 كلمات. الحاجات دي كلها لو ما تمتش بشكل سليم تمام، هنا ابتدي أقلق من تمام. مجرد ان مثلا حتى لو وصل مثلا سنتين او سنة، لو مثلا وصل سنة وان هو برضو لسه بيخرج اصوات ما جمعش حتى كلمة زي مثلا بابا ماما افتح باب اي حاجة من الحاجات دي، ما بيقولش تمام كلمة متكاملة. بالظبط، الحاجات دي كلها ابتدي فعلا ان هو احس ان في مشكلة، ان هو لازم يتعرض على دكتور او اخصائي. تمام. طيب هل كل مشكلات التخاطب بيكون مثلا ليها علاج؟ يعني مثلا لو اللدغه، احنا بنقول الطفل ده ألدغ في حروف معينه او في اصوات معينه، تمام. هل دي ليها علاج ولا دي بتفضل مكمله معاه طول حياته؟ لا طبعا ليها علاج وبيبقى ليها تدريبات، وعلى حسب برضو اللدغة دي ايه سببها، ممكن تبقى لدغة مثلا سببها مثلا نفسي اكتر، تمام فكل دوت ان احنا بنشخصه بنبتدي ان احنا نعالجه واحدة واحدة، تمام. بس من طيب المشكلة الكبيرة المشكلة من الأصغر. ضمن المشكلات برضو اللي اتبعتت لنا على البيج بتاعت البرنامج، مشكلة التهتهة في الكلام برضو بيتم التعامل معاها ازاي، وازاي انا اقدر احكم ان لا ده كده في مشكلة تهتهة؟ لان احيانا بتسمع اولياء الامور هو عشان لسه صغير فلسه مش عارف يتكلم. بالظبط، في عشان اساسا يعني اشخص الطفل دوت ان هو بيتهته او لا، او يعني ان هو اساسا في حتى اعراض حتى او يعني حتى عوامل من الحاجات اللي بتخليه يعني يتهته، الحاجات دي كلها معتمدة على النفسية أكتر، يعني 60% منها المشكلات دي بتبقى نفسية. غير كده مثلا الطفل مثلا ما كملش 7 سنوات ده ما يتشخص تهته خالص، بس ممكن بقى ساعتها انها ابتدي طبعا تبحثي اكتر ومع الاخصائي النفسي المشكلات النفسيه للطفل، ممكن مثلا يكون في عند، ممكن يكون مثلا في الوالدين مثلا او احدهم يعني مثلا بيصرخوا فيه بشكل يعني عنيف مبالغ شوية. فيه شويه، تمام. فالحاجات دي كلها بنبتدي ان احنا نعالجها واحده واحده. تمام. طب هل معنى كده ان انا محتاج اتوجه لاخصائي نفسي الاول ولا لاخصائي تخاطب الاول؟ ده بيبقى على حسب احتياج الحاله نفسها، واللي بيحددها كمان الأخصائي النفسي لما بيجي بيعمل التقييم الأول اللي هو الاي كيو تيست اللي هو اختبار الذكاء، تمام، هو اللي بيبتدي يحوله بقى هو محتاج مثلا أخصائي نفسي الأول أو أخصائي تخاطب أو إيه المشكلة اللي عنده أكتر. تمام. طيب معانا فيديو نشوف فيه الشغل بيتم إزاي، نطلع فيديو ونرجع مع بعض تاني. أنت و وده باب وده بوبي ده باب، ماشي، بس ده بوبي. برافو، الله. ايه ده دكتور مازن؟ لاحظت في الفيديو ان حضرتك مش بتقول لهم الكلمات كاملة. بالظبط، لان في يعني النوعية دي من الحالات، تمام، او التشخيص دوت من الحالة دي ان هو اساسا كان بيخرج اصوات يعني ان هو ما بيدمجهاش في مقاطع، تمام، ما بيكونش الكلمة بتاعته، تمام، لان هو زي سلم يعني المفروض ان انا اكون اصوات الاول كويس، ده الطفل دوت كان مكونها.
لما جه بعد كده المفروض ان احنا بنكون مقاطع تمام. وبندمج المقاطع دي عشان نكون كلمة. تمام. طيب في خلال خبرة حضرتك بقى العملية كلها، ايه المعتقدات الخاطئة اللي حضرتك لمستها كتير قوي انها دايما افكار غلط، ومعظم الاباء او الامهات بيكون عندهم الافكار دي وانت بتحاول تصلحها؟ والله في افكار كتيرة جدا جدا جدا. يعني اول فكرة مثلا زي مثلا لما بيجي يقول لك الطفل دوت طالع زي باباه مثلا متأخر في الكلام، اصل باباه مثلا اتكلم على سن 7-8 سنين، فهو الموضوع مش الحاجة دي بالوراثة مش وملوش بالوراثة علاقة. يعني اكيد طبعا لو باباه مثلا جاله برد وهو عنده 3 سنين اكيد مش الطفل ملهاش برضه مش علاقة. هيجيله برد مثلا وعنده نفس 3 سنين، دي صدفة بحتة تمام. بس. وطبعا في تنشئة الطفل دي، يعني دي اللي بتأثر على الطفل بشكل كبير. يعني مثلا ما جيش مثلا اول 3 سنين من سن الطفل او عمره او جاي معاده قدام التلفزيون ده او الشاشات يعني بشكل طيب عام. دي حاجة بتلفت نظري انا شخصيا وكنت بسمعها كتير جدا وحابين نتأكد منها من حضرتك، موضوع ان الام بتدي التاب او التليفون للطفل علشان يتعلم عليه الحروف وعشان يسمع عليه، فهل ده صح ولا غلط؟ ولو انا عايز اعمل كده يبدأ من سن كام؟ هو ده طبعا يعني من سن 3 سنين، قبل ال3 سنين ده كل دوت غلط، ما ينفعش ان هو يتعرض خالص للشاشات، كله بيبقى تفاعل اجتماعي ما بين الاسره، ان هو حتى يلعب مع ماما يلعب مع بابا يلعب مع اخواته كل الحاجات دي. تمام. لكن هو ما يلعبش خالص على تاب او تلفزيون او اي حاجه قبل ال3 سنين. بعد ال3 سنين لو هو مراحل نموه سليمه 100% هبتدي ان انا ادخله التلفزيون دوت او حتى التليفون تدريجي واحده واحده، نبتدي حتى ان انا بقسم الوقت، يعني ما يقعدش مثلا ساعة ساعتين 3 قدام التلفزيون. تمام. دكتور مازن انا بشكر حضرتك جدا جدا، وطبعا الموضوع ده ان شاء الله يكون لينا فيه لقاءات كتير لانه من اهم المشكلات اللي بتواجهنا حاليا. اعزائي المشاهدين هسيبكم مع فاصل هتسمعوا فيه صوت اوعدكم انه هيكون من اجمل الاصوات اللي سمعتوها. فاصل ونرجع لبعض تاني.